تحتاجه بس. طبعا دكتور محمد تربط لي صداقة وأخوة، وأنا سعيد حقيقة بالتعرف عليه. وهو ذكر إخواتنا في غزة في فلسطين. جزاكم الله خيرا. دكتور نوبي is one of our brothers and he mentioned our brothers in غزة فلسطين. وهو ذكر بأن ليس يعني لدينا في هذه الأوقات أن نقدمهم لأخوتنا في غزة وفلسطين إلا أن نتصدق يعني بما نستطيع وندعو لهم. And he mentioned that we have nothing to do towards our brothers in Palestine except to make sadaqah and to make dua for them. وهذا لا شك أنه صحيح، ولكن هناك أمر أظن الله أعلم أنه في غاية الأهمية نقوم به تجاه إخواننا في غزة، بل وتجاه يعني عزة الإسلام ونصر الإسلام. But I guess there is something more important, والله أعلم, that something we can do towards our brothers in غزة for the victory of Islam and Muslim state. وهو إصلاح أنفسنا والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. Is to fix ourselves and to repent to Allah سبحانه وتعالى the true repentance. ولذلك يقال أن الذنوب سهام الهزيمة وأن الطاعة والحسنات سهام النصر. That's why it said that sins, disobedience, are the arrows of defeat, and obedience and worships are the reasons or the means for victory. وكلما تقربنا إلى الله وزادت طاعتنا إلى الله وزادت الحسنات تقربنا إلى النصر وكنا للنصر أقرب. وكلما ابتعدنا عن الله وزادت الذنوب هذه الأمور يعني الإسلام يعني المسلمين وزادت ذنوبهم ابتعدوا عن النصر. ولذلك أعظم ما نقدمه اليوم بعد الدعاء والصدقة أن نصلح أنفسنا ونصلح أولادنا وأن نكون إلى الله أقرب وأن نتوب وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونستفيد من هذه الأحداث بالتوبة الصادقة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من تنصر الله ينصركم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. That's why it's very important that if we want to come closer to victory, we fix ourselves, we repent to Allah subhanahu wa ta'ala, we become better, we fix our worships. That is how we are getting closer to victory. And if we are far from Allah subhanahu wa ta'ala, we are not fixing ourselves, we are not repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, then definitely we are just helping more in the defeat. JazakAllah khairan for this comment.